انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. إمي أدمدر سيبترجع بوجن إشينم بوينش أدمدر يشترجع بالنت. قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب. الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب شرعية مثل الرقية الشرعية وحسية مثل الداء. لديه عالم في البطن. فماذا يصنع؟ أخذ شيء من الأعشاب أو أخذ دواء وشرب. هذا سبب محسوس. أو أخذ يقرأ على بطن الفاتح. هذا سبب شرعي. نعم رقية شرعية. Birinci türü bul Allah Teala sebep kılgan nerselerde sebep kılıp oşoğa işenip jürgendir. Bular misalı sebepleri bilişimiz gerek bul eki türge, tura sebepler eki türge bölünöt. Birinci şariattagı sebep. Misalı rukiya oku, dem salı özünün. Eğer de Fatiha suresini orosa özünün Fatiha'nı oku. Ekinci türü olsa bul misalı adam denesine orup kalgan bolsa, iç orosa başka bir darılar da Allah'tan oşoğa içip darılanır. Bul demek ki ikisi eki türü var. Nعم. الثاني بعض الناس يضع على البيت على السيارة يعلق على الأولاد أشياء منها. غير أدم دار وصو بير يوغا جبير ماش نسنة جبير يو باشكا بير بالدار نوصو بير نسير دي إليشت. رأس ثوب. ممين سو ميسن ويدون سو ويدون ميسن مثلا. أو يعني هذا تيس الجبل ذكر الماعز هذا اللي يعيش في الجبل. نعم. ممين أسك أركاردن دكان ميسن مثلا. أو الأسد. جيو صوب دميني أرستان ده أرست جو بستن أو الحوت السمك يعني بالغ يعني جيو صوب بالغ تج نعم أو عين يضع عين جيو صوب بيرجوس لت جيو بيرجوس أو كف جيو صوب بيربوت لت أو هذا حافر الفرس جيو صوب عطن طياغن أو نعل قديمة جيو صوب يسكي بوتكيم لت أو بعض الخرق القديمة جيو صوب بيرجيبر يسكي بيرشبرك سبورك أو بعض أشياء جيبوا صغير بختار دلت أو بعض القطع من من الميتات من الحيوانات الميتة جيبوا صغير بولك بير جانوار لارن بير قايس بير دينيز مشان لارن بير بولك تون أو بعض الأشياء يأتي بها من البحر يضعها عند البيت جيبوا صون ليشنا بير عالت قام بير قايس بير بويم لارن نسلر ده وشلر ديجا غيوت لماذا تضع هذه الأشياء يعني بول نسلر ده يمني غيوت قال لأن الله سبحانه جعلها أسبابا لدفع العين Allah айтат, бул нерсени Аллах Таала көз тийүүдөн сактаган себеп кылган деп. Нақул хаза ширк асгар. Биз айтабыз, бул кичине ширк. Ланнак таътакид ва тажъал ма лам яжъал Аллах субхана ва тааля сабаб сав. Аллах субхана ва тааля лам яжъалха асбаб ли дафъ ал-айн. Неге бул кичине ширк? Анткени Аллах Таала себеп кылбаган нерсени сен себеп кылып атасың. Аллах Таала мындай себеп кылган эмес. Хаза ал-кысм ат-тани ва иза кал ла хаза هذه الأشياء هي التي تدفع الجن بنفسها تنفع وتضر بذاتها هذا هو الشرك الأكبر. على قدر يمي وشون يجيني قيقون ده عتق موسى بول نرسى يوزو يوزو سقطت يوزو جنة سقطت يوزو جوز يوزو سقطت تيجي موسى بول شون شرك بول يصير. نعم الثاني عندنا أقسام الذبح. يمي إيه كنتي يبرد نتري بول قرمان دخ تلون نتري. عندنا ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات. Мисалы Аллах Таала үчүн курмандык чалуу бар. Мисалы белек кылып же болсо жанагындай же башка ушундай түрлөрү сыяктуу мисалы курмандык. Ва индана забх ли гайриллах ширк акбар махаббатан ва таъзима. Язбах ли асхаб аль-кубур, язбах лиль-джин, ланна юхиббум мидр хуббиллах ва ахсан ва юъзимум. Эми экинчи курмандык чалуунун түрү бул Аллахтан башка бирөөгө арнап бул ал ошол нерсени таазим кылып, ошону сүйүү менен ошого курмандык чалган болсо, Аллах Тааланы сүйгөндөй сыяктуу ошол нерсесин сүйөт. وعندنا ذبح جائز يذبح حتى يأكل يذبح لأنه جزار يبيع اللحم جائز هذا الذبح. تنا وشون دلها ورخصة بيرلجن قرماندق تالو سويو بار مال سويو مثال يوزو قوي سويوت أن يوزن جيشتون جيبوا سويوت باشكا بيرلجن ساتش تشون. وعندنا خوف لا يمكن أن يصرف إلا لله صرف لغير الله شرك أكبر. تنا وشون دلها يبرد من تلورن قرقو بار بير قرقو نشنا يتلورا الله تن غنا قرقوش كليك وشون ده قرقو من الله تن باشكا بروجا قرقو بول بيت ورسات بيلبيت لماذا خاف من الله لأنه يعظم الله إبن يجيب بس الله تن قرقوش هكين الله خا بيست تعظم بات وهذا الخوف عبادة لله بول قرقو ده جن الله تن قرقو بول يبرد بول يسكت بيت ويخاف من الله ولا يعمل شيئا حتى ولو كان لا واحد لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى بس الله تعالى قرقو اتقنده بس بليز يعني إذا كان منفردا ما يرى أحد يخاف من الله لا يعصي الله لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على السرائر. الله تعالى بس الله تعالى خرق تغنى بليس الله تعالى بس باردك جاشل غنر سير بارن بيترات الله تعالى بس غربي ترولي الله تعالى خرق بس
نعم هذا الخوف صرف لغير الله شرك اكبر يعني وشندай коркуу менен Алладан башка бирөөнөн коркган болсок бул чоң ширк болот عندنا خوف طبيعي جائز يخاف من اللصوص يخاف من قطاع الطريق يخاف من الاسد يخاف من النار جائز эми ошондой эле уруксат берилген табияттагы табигый коркунуч түрү бар мисалы адам бир уурулардан корксо же бир каракчылардан корккан болсо бул деген ошо уруксат берилген коркунуч түрү болот نعم وعندنا خوف محرم وهو الخوف المؤدي الى طاعه المخلوق في معصيه الخالق لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق жана ошондой эле коркунун үчүнчү түрү бар бул деген арам болгон коркунуч түрү эгерде бир макулуктан ошо коркуусу деген аллах таалага бир баш ийүү күнөөгө алып келе турган болсо мисалы пайгамбар салам кайсыда айткандай жаратылган нерсеге жаратууга болгон күнөө иш нерседе баш ийүү болбойт дегендей сыяктуу бул нерсе арам болуп эсептелет المهم لابد ان نعلم ان العبادات لابد ان تصرف لله ولا يمكن ان نصرف شيئا من العباده لغير الله والا كان هذا هو الشرك الاكبر المخرج من المله демек биз сөзсүз өтө маанилүү нерсе биз билишибиз керек ибадаттын баардыгын жалгыз гана аллах таала татыктуу ибадаттын кайсы бир түрүн түрүн болбосун аллахтан башка бирөөгө арноо бул туура эмес болбойт валлаху алам аллах таала жакшы билет үчүн